بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. مر معنا كثيرا أن الله جل وعلا حكم بالزوال على كل شيء، وقال ربنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في آخر الزمان يسلط الله على الكعبة رجلا يقال له ذو السويقتين، تصغير ساق، مصيلع أفيدع، أي فيه عاهات. فانظر هذا البيت الذي حماه الله وأجاره من جبروت الجبابرة، يسلط عليه رجلا ضئيل الجسم ذي عاهات، يقلعها حجرا حجرا ويسلبها كنوزها، فلا يحج بعد ذلك البيت ولا يعتمر. وفي هذا عبرة للناس أن يعرفوا قدرة ربهم تبارك وتعالى، وأن لله جل وعلا حكمة، وله جل وعلا مع ذلك المشيئة النافذة والحجة البالغة والنعم السابغة على عباده. هذا ذو السويقتين يكون خروجه في آخر الزمان يهدم الكعبة ويقلعها حجرا حجرا، يقول صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه. فيعجب المرء أن رجلا في مقام أبرهة وجنده وفيله يحجب ويصد عن البيت، يحجب ويصد عن البيت، وهذا ذو العاهات يصل إلى الكعبة حتى يعلم أن كل شيء بقدر الله جل وعلا. وخبر أبرهة، قال ربنا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لم يكن حماية البيت زمن أبرهة إكراما لقريش، بقرينة أن أبرهة ومن معه كانوا نصارى أهل كتاب، وقريش كانوا وثنيين، ولا ريب أن الكفر ملة واحدة، لكن النصارى أقرب هديا إلى الإسلام من الوثنيين. فلم يكن حماية البيت من النصارى رغم وجود الوثنيين حوله إكراما للوثنيين، وإنما إظهارا لجلالة البيت وإرهاصا وتوطئة لبعثة سيد الخلق وأشرفهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد عد العلماء هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. الحج والاعتمار عبادتان عظيمتان علقهما الله جل وعلا بالكعبة، بالقدوم عليها. وقد جعل الله جل وعلا المسجد حرما للكعبة، وجعل مكة حرما للمسجد، وجعل جزيرة العرب حرما لمكة. جعل الله المسجد حرما للكعبة، وجعل مكة حرما للمسجد، وجعل جزيرة العرب حرما لمكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وليس المقصود ولا يدخلها إلا مسلم، إنما المقصود أن لا يكون لهم لواء منصور ولا إمرة ولا ولاية. أما ما دون ذلك فالأمر فيه واسع، بقرينة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما قتله أبو لؤلؤة المجوسي ولم يكن مسلما طرفة عين. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنه، أي عن أبي لؤلؤة: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل سجد لله قط حتى لا يحاجني عند الله. هذا ما يتعلق بقضية تسليط السويقتين على الكعبة، وكيف أن الله جل وعلا منع أبرهة وجيشه عنها. نبقى في قضية القرامطة التي ذكرناها آنفا، كيف سلطوا على البيت؟ تسليطهم على البيت بعد أن ظهر جلال البيت، فلم يكن ما صنعوه مما يغير نظرة الناس وإجلالهم للبيت، بقيت كما هي. وإن كان نقل عن أبي طاهر أنه كان يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يقوله تهكما، لكن الوقائع أعظم الشهود. الآن أين أبو طاهر؟ في قبره يلعنه اللاعنون، والكعبة كما هي قائمة سامقة، قبلها للمسلمين يفد إليها الناس من كل حدب وصوب.